اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي لقطات حصريه من مران الاهلي اللي بيجرى في هذه اللحظات اول مران تحت قياده المدير الفني الجديد السويسري للنادي الاهلي مارسيل كولر. لقطات مهمه، والراجل ابتدى بالمناسبه يا جماعه كان من المفترض ان المران يكون بكره، كان من المفترض ان المران الاول يكون بكره، لكن حماس الراجل واصراره ان احنا يعني ما فيش وقت نضيعه بقى، عايزين نشتغل للموسم الجديد، فكان القرار يعني كان المفروض النهارده اجتماعات متتاليه مع الكابتن محمود الخطيب، والراجل نفسه اجتمع مع اللعيبه واكيد اجتمع معاهم، لكن قال لك ننزل نتمرن على طول اختصارا للوقت يعني، ودي حاجه ايجابيه بالمناسبه. فبالتالي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات اولى لقياده كولر كمدير فني جديد للنادي الاهلي، وتدريبات اوليه واول ايامه داخل القلعه الحمراء. يا رب يكون موفق باذن الله تعالى، اختيار جيد جدا جدا بسي في محترم، باذن الله باذن الله يكون على يعني قد طموح واحلام وغرور جماهير النادي الاهلي. اهم شيء الدعم والمسانده الكامله مننا كلنا كمنظومه للنادي الاهلي يعني. فدي بعض التفاصيل. طبعا كابتن سامي قمصان، ويمكن في اللقطات اللي فاتت شفت